السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين والمتابعين، وأسعد الله بالخير أوقاتكم. واشنطن تحضر لعملية برية في اليمن، أمريكا لم تفهم الدرس بعد. وإلى التفاصيل. تداولت وسائل إعلام عربية وأجنبية خلال الساعات الماضية أنباء عن اعتزام الولايات المتحدة الأمريكية إطلاق عملية عسكرية برية في اليمن بعد فشلها في منع استهداف السفن الإسرائيلية المارة عبر البحر الأحمر. تلك الوسائل ربطت بين هذه الخطوة وخطوة قيام الولايات المتحدة بسحب قطع حربية لها من البحر الأحمر خلال اليومين الماضيين. ومع أن الولايات المتحدة أكدت أمس الجمعة عبر وزارة خارجيتها عدم رغبتها في التصعيد مع أنصار الله، إلا أن تحركاتها الأخيرة ترجح وجود رغبة في التصعيد من خلال الانتقال إلى مرحلة أخرى. وما يؤكد ذلك هو أن الولايات المتحدة عبر مبعوثها الخاص إلى اليمن تيم ليندر كينغ ربطت وقف التصعيد وأيضاً العمليات الجوية بوقف عمليات استهداف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر، وهو ترفضه صنعاء بشكل قاطع وتربطه بتوقف العدوان على غزة، رغم المعلومات التي تفيد بأن الإدارة الأمريكية قدمت عرضاً لأنصار الله عبر السفارة العمانية في واشنطن لرفع الحصار بشكل كامل وإعطاء الصلاحية الكاملة بخصوص مطار صنعاء وميناء الحديدة والتمهيد لقبول شروط صنعاء التفاوضية وإعادة النظر في تصنيفهم كمنظمة إرهابية مقابل وقف التصعيد البحري. وأيا كان ما تخطط له أمريكا في قادم الأيام على مستوى التصعيد العسكري، فإن ذلك يعني أنها لم تستوعب الدرس بعد وتتورط أكثر فيما هي متورطة فيه أصلا. فمنذ تشكيل تحالف بحري إلى إطلاق عملية جوية إلى تصنيف أنصار الله في قوائم الإرهاب إلى الضغط على دول حليفة لعرقلة جهود السلام في اليمن، لم تنجح واشنطن في تحويل هذه الملفات إلى أوراق ضغط مؤثرة لوقف عمليات البحر الأحمر. طبعاً في حال قيام أمريكا بهذه الخطوة، فأؤكد أننا لها، نحن لها، نحن قدها وقدود، وسنهزم الولايات المتحدة ونلحق بها عاراً أكبر من عار فيتنام. وأظن أمريكا قد خبرت من هم اليمنيين وكيف واجهوا عدوانها في عام 2015 مدة 9 سنوات، هي تعلم بقدرة اليمنيين على هزيمتها ولا شك، لكن زيادة بحظها ما فيش مانع. احنا مستعدين لها إن شاء الله وسوف نهزمها. أشكركم على حسن متابعتكم وإصغائكم، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.